الأصل الرابع والستون بعد المئة، ثبت عند الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف بغير الله حتى لو كان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بأي ملك من الملائكة، فقول بعض الناس والنبي لأفعلن كذا، وقول بعض الناس وحياتي أو وحياتك أو وحياة عينيك أو ما شابه ذلك، فإن هذا شرك بالله عز وجل. هو شرك أصغر، هو شرك أصغر. لما؟ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، ومن ثم فهو شرك أصغر. لكن لو حلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حلف بحياته أو بحياة فلان معتقداً أن هذا المحلوف به من هؤلاء المخلوقين له من التعظيم كالتعظيم لله، فهو شرك أكبر. فدل هذا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل.